لله اكتشفنا في المناوله كاين كاين شركات صغيره غير ان طوانو على الخفيف العمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقية فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات، حيث سيتم التوجه نحو خلق صناعة حقيقية بمعدلات إدماج تصل إلى 40% خلال 5 سنوات إن شاء الله من بداية النشاط التصنيع، من خلال خلق شراكة رابح-رابح، وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محلياً أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا.